صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بضعتك المظلومة المحرومة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما وما أدري أعزي أم أهني علي المرتضى بابن الشهيد فطورا يا علي أهني فيه وأنظم مدحه نظم العقود علي بالحروب أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود وصير كربلاء بدرا وأحدا ونادى يا حروب الجد عودي فطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين كالعقد الفريد على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود فيا يا نفس ذهبي وجدا وعودا ويا عين بحمر الدمع جودي كأني بالحسين غدا ينادي كأني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي عودي رجوتك يا علي
تعيش بعدي هي لتوسد جثتي رمساها هي لحودي وتمشي باكيا من خلف نغشي كما يبكي الفقيد على يا الوليد وزينب قابل أكبر يا ليلى يا مطروح ظلم حايا يا دشيلة علي رايا احشافة والنبل شابك علي رايا وفاق وصفق راحل علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح يا خوت ظلمت الدنيا علي يا خوت ظلمت الدنيا العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. إجلالا وتعظيما للعلم والعلماء. الثالثة بأعلى أصواتك. مراجعة سريعة إلى المراحل التي مرت على أهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نرى أن الأمر طبعا بدايته كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تبلور أكثر من بعد رحيل رسول الله وهذا التأريخ المرير الذي مر على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس وهذه المرحلة التي مرت على أهل البيت، هنالك مجموعة من الحروب التي وجهوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في هذه المرحلة. أولاً الحرب السياسية، ثانياً الحرب الاجتماعية، وثالثاً الحرب الاقتصادية. طبيعي أن هنالك مجموعة من عوامل المواجهة تمت بين أهل البيت وبين هذه المراحل الذين جاءوا في الحكم، وهذه المواجهة كانت واضحة. أولاً سياسياً حاولوا بشتى الوسائل إقصاء أهل البيت، وهذا الإقصاء دبرت إليه مجموعة من المؤامرات، والهدف من هذه المؤامرات إبعاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن الحكم، عن هذه المرحلة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ البداية، منذ وجوده في مكة، كان يوجه الناس إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه،
في الحروب، في مجيئه إلى حجة الوداع، في الطواف، في مسجد الخيف، في منى، في عرفات، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هذا الخطاب كراراً وارد عند الفريقين، كل التأكيد الذي كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لإيجاد خطاب واضح أن الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي تتوجه إلى الإمام أمير المؤمنين. هذه المواجهة وهذه المعركة طبعا بدأت، الناس كانوا يضمرون لأمير المؤمنين هذا الحقد، واضح أن قريش عندها ثارات، لأن كبار قريش أتى عليهم الإمام أمير المؤمنين قضى عليهم، لذلك هذه الأحقاد موجودة ضد الإمام أمير المؤمنين. حتى في هذه المرحلة، شوفوا المرحلة ما بعد السقيفة، مرحلة الخليفة الثاني والثالث وكل هذه المراحل، المرحلة الأخيرة الناس جاءوا واجتمعوا على باب الإمام أمير المؤمنين. يعني هذا الضغط الجماهيري، مو أن كبار القوم وصلوا إلى هذه النتيجة، ضغط جماهيري صار بعد مقتل عثمان أن الأمر أن يكون لعلي بن أبي طالب. بمجرد ما الأمر وافق عليه الإمام بتلك الشروط، التعامل بالمساواة والعدل بين كل المجتمع، نرى أنه بدأت الأمور تتغير على الإمام، واللي كانت بدايته في حرب الجمل. إذن هذه الحروب التي في مرحلة قصيرة جداً لأربع سنوات وتسعة أشهر قيدت كل هذه الحروب على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تشوف في هذه الحرب السياسية إلى الأئمة سلام الله عليهم من بنود اللي في الصلح بين الإمام الحسن وبين معاوية أن الأمر يكون من بعده، من بعد معاوية إلى الإمام الحسن، طبعا هذه معاهدة الصلح، وإلا هو الخليفة هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولكن انظروا كيف كان الأمر، تم الأمر إلى يزيد من بعد يزيد، هذه المواجهة مع الإمام الحسين، يعني ارتكبوا كل شيء، جاءوا إلى المدينة أكثر من مدينة رسول الله، أكثر من قبر رسول الله، وصلوا إلى قبر رسول الله، الدماء وصلت إلى قبر رسول الله، ويزيد دخل عليهم وصار يأخذ الوعد والبيعة من أهل المدينة أن يكونوا رقا ليزيد بن معاوية. شوف المرحلة وين وصلت، شوف المعركة وين وصلت، لذلك بكل الوسائل حاولوا إقصاء الإمام أمير المؤمنين. 25 سنة في الظاهر أن علي بن أبي طالب لم يكن لديه الخلافة، وحاربوا بكل الوسائل سياسيا، حاولوا إقصاء الإمام أمير المؤمنين، ولكن مو معنى هذا الأمر أن الإمام غير موجود. وأكبر برهان ودليل قضية مالك الصحابي الجليل ابن نويرة، لما قتلوه وقضوا عليه وارتكبوا تلك الفاجعة وقتلوا الرجال وجاءوا بالنساء السبايا، الإمام تحرك من مكانه، تحرك علي بن أبي طالب، يعني الإمام كان إلى دور فاعل موجود حتى في هذه المرحلة الزمنية الصعبة. زين، هذه المرحلة تستدعي قراءة موضوعية. أولا هذا الإبعاد السياسي، وأدى الأمر هذا الإبعاد، ترى قضية السيدة الزهراء والهجوم على باب فاطمة، قضية الإمامة كانت هي مدعومة، هي قضية الإمامة، أرادوا إبعاد الإمام أمير المؤمنين، توسلوا بكل الوسائل. البعض من العلماء يقول أنه الذين هجموا على دار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أكثر من 4000 واحد، يعني ما كان واحد واثنين، لا تتصور ترى قنفذوا 4-5، بعض الروايات تقول أكثر من 4000 واحد هجموا على دار فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا الهجوم شلون؟ مجرد إخراج الإمام أمير المؤمنين؟ لا، مو هذا الأمر، أدى الأمر أن يضعوا الحطب، أن يحرقوا الباب، أن يعصروا الزهراء، كل الأمر لتوجيه ضربة إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذن المؤامرة ما انتهت في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة صارت مؤامرة وانتهى الأمر، ما انتهى الأمر، وإنما بدت هذه المواجهة. إذن حاولوا إبعاد الإمام، هذا أولا سياسيا. الأمر الثاني إقصاء الإمام اجتماعيا، بالنتيجة الإمام ما يقدر يؤدي ذلك الدور الاجتماعي. الأمر الثالث اقتصاديا، يوم اللي أخذوا فدك، فدك
هسه الآن احنا مو في صدد البيان عن فدك ومكانة فدك وأنها للزهراء صلوات الله وسلامه عليه عليها وآت ذا القربى حقه، هسه هذا ما نتكلم فيه لأنه هذا اللي تفصيله، ولكن فدك الكل وحتى القرآن يشهد، وحتى عبد الله بن عباس في صحيح البخاري وصحيح مسلم لما نزلت هذه الآية قال ابن عباس أنها نزلت لما جاء الأمر الإلهي أن يا محمد أعطي فاطمة فدك، هذا الأمر الإلهي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أخذوا فدك. ليش أخذوا فدك؟ حتى ما يخلون أهل البيت عندهم أيادي اقتصادية، يعني المحاربة والمواجهة الاقتصادية بين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فأبعدوهم عن فدك كل الموارد المالية. بالنتيجة الإمام أمير المؤمنين يريد يعمل، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الجانب المادي، أن يقف مع أصحابه، أن يقف مع الآخرين، كل هذه المحاولات وقفوا ماديا ضد قضية فدك، حاولوا إبعاد فدك عن الإمام. طبعا هذا جانب مادي، ولا هي جوانب أخرى أيضا موجودة في تاريخ أهل البيت. وصل الأمر بعلويات بني هاشم صلوات الله وسلامه عليهم أن المرأة لم يكن لها ثوبا للصلاة، ثوب واحد يتناوبن مجموعة من العلويات على ذلك. شوف المعركة لوين وصلت، حتى أن هنالك كان التركيز من حكام بني أمية وبني العباس أن أهل البيت لا يوصل إليهم المال، لأنه يخافون أنه إذا وصل إليه المال بالنتيجة يحاولون أن يكون عندهم نفوذ أكثر، لذلك دخلوا في هذه المواجهة. شوف أنت مرحلة هشام بن عبد الملك، يعني واحد إذا اليوم بالتاريخ يريد يعري حكام بني أمية وبني العباس هذا شيء فضيحة، يعني وهذا التاريخ مليء بالتزوير، هذا التاريخ مليء بالانحراف، هذا التاريخ يحتاج إلى خضة شديدة، إلى إعادة كتابة. هذا التاريخ الذي كتب بأموال بني أمية، بأموال وعاظ السلاطين، لم يكتب بأياد تريد الحفاظ على التاريخ، لذلك هذا الجانب الأول. إذن هذه المواجهة تروح إلى المواجهة الأخرى، مو فقط صار الأمر مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أبناء الأئمة زيد بن علي، أولا هنالك محاولة كانت مهمة لتشويه من يرتبط بأهل البيت، يعني مثلا المختار، المختار اليوم حتى عندنا روايات في حق المختار، البعض يصور أن المختار إلى جانب سلبي وأن هنالك نقدا من أهل البيت على المختار، في حين أن المختار قام بدور كبير. تصور هذا الدور الكبير الذي قام به المختار، أنه قتل في 18 شهر 18,000 واحد من أعداء أهل البيت، من قتلة الإمام الحسين 18,000 واحد، مو قليل. تصور ذول أقلام بني أمية راح يتركوه، أقلام بني أمية تترك هذا المختار، لذلك حاولوا تشويه سمعة المختار. يجي واحد ما ساذج ما عنده معرفة بالتاريخ يقرأ لرواية واحدة تشوف إيه نعم أهل البيت ينتقدون المختار. المختار هذا الدور الكبير اللي قام به في الدفاع عن أهل البيت أدخل السرور على قلب الإمام زين العابدين، على قلوب أهل البيت. هكذا بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر، أيضا إلى محمد بن الحنفية، حتى زيد الشهيد. البعض يحاول، هم شنو سووا أقلام بني أمية؟ هم ما قدروا على أهل البيت، أهل البيت سلام الله عليهم ما يقدرون يوصلون إلهم، لأن هنالك نصوص تؤكد على مكانتهم، على درجتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن وين توجهت هذه السهام؟ توجهت إلى أصحابها أهل البيت، إلى أبناء أهل البيت. لذلك تشوف هنالك النقد، هذا الإنسان اللي ما عنده معرفة وما عنده اطلاع، ما عنده رؤية صحيحة إلى التاريخ، تشوف أنه شاف كلمة، سمع كلمة عن زرارة أن الإمام تكلم، الإمام الصادق تكلم كلمة، أو الإمام الباقر، بسرعة أخذ هذه الكلمة. شوف الظروف الموضوعية في ذلك الوقت، بعدين الإمام إذا تكلم على زرارة هو إمام يعرف شأنه، هذا مو يعني أنا الإنسان العادي أجي أخذ كلمة الإمام ونزلها. بعدين انظر أنت الظروف اللي كانت موجودة، ثم فعلا هذه الكلمة صدرت من الإمام في حق زرارة مثلا، انتقد الزرارة أو لا،
لذلك في هذه الأمور التاريخية تحتاج إلى مراجعة. مو كل إنسان. أنا مرة قاعد على قناة كربلاء، عندهم برنامج يتكلم عن التاريخ، طلع هذا الإنسان يمكن التاريخ في دائرة الضوء يتكلم، يقول السيدة زينب أصلاً ما عندنا في التاريخ خطبة للسيدة زينب، والسيدة زينب ما خطبت لا بالشام ولا بالكوفة، وهذا الكلام اللي يقول لك أن السيدة زينب خطبت في الكوفة هذا كلام مو صحيح. على كل حال أنا استغربت من هذا الكلام، من وين هذا المصدر إليه؟ يوم من الأيام عندي برنامج فشفت الإنسان هذول مجموعة قاعدين في مكان، قلت له أنا أسألك سؤال، أنت ذاك اليوم تكلمت أن أقول هذه الكلمة، لأن الكثير اللي يقال مو أي شيء تسمع من أي إنسان، هذا الكلام أنا أعتبره كلام، هذا وحي منزل كأنه جبرائيل نزل علينا. تارة اليوم عالم ومرجع تقليد، المرجع لما يحلل قضية تاريخية أو يتكلم في قضية تاريخية يختلف عما أنا أتكلم. أنا إنسان عادي يعني عندي اطلاع عن التاريخ صار لي سنة سنتين أربعة خمسة عشر سنوات 15 سنة، غير مرجع التقليد. المام المرجع والعالم في قضايا التاريخ يختلف عن الناس العادي. فأنا قلت له تعال، أنت سمعت تقول السيدة زينب ما خطبت أصلا، ما عد هاي الخطب اللي موجودة للسيدة زينب لا بالشام لا بالكوفة. قلت له أنا أسألك سؤال، أنت باحث؟ قال لي شيخنا أنا دكتوراه عندي بالتاريخ. جزاك الله خير. زين أسألك سؤال، أنت هالمعلومة من وين إلك؟ شلون حصلت على هذه المعلومة؟ قال لي بالتاريخ. قلت له من أي تاريخ؟ هل من تاريخ أهل البيت؟ قال لا، من تاريخ المخالفين لأهل البيت. قلت له يعني أنت تأخذ معلومة من مخالفين أهل البيت وتمشيها وتبيعها علينا؟ زين طبيعي هم يريدون أنه لا يقولون السيدة زينب عندها خطبة بالشام لكي تفضح بني أمية، طبيعي هذا، طبيعي بني أمية يحاولون عبر إعلامهم وكتابهم وعاد السلاطين أن يقولوا أن السيدة زينب ما خطبت بالشام ولا خطبت أصلاً. هم إذا بيدهم الموضوع الحسين ما قتل يزيد مثل الآن يقولون، الآن ذول التكفيريين شو يقولون؟ ناشرين فكرة أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. شوف وين وصل الموضوع. أنا يوم الأيام في إحدى الحسينيات هنا بالكويت نزلت من المنبر، جاني شاب قال لي شيخنا أسألك سؤال، من قتل الإمام الحسين؟ طالعته قلت معقولة يعني؟ وفعلا إيه موجود، لأنه اليوم الإعلام مفتوح، اليوم هذه مواقع التواصل، اليوم هذا العالم منفتح، كل شيء كل شيء الآخر يتلقى، لازم تعطي هذه الرسالة تعطي هذا الفكر. قلت له زين الآن أنت وتوصلت إلى نتيجة أن السيدة زينب ما كانت موجودة، من وين مصدرك؟ قال من مصادر الآخرين. قلت له مو من مصادر شيعية. قال لي إيه. قلت له الحمد لله رب العالمين، شلون تتكلم هالكلام هذا؟ قال بعد وصلت إلى معلومة أيضا مسلم بن عقيل ما كان موجود. قلت له رحم الله والدك لا تتكلم هذا الكلام، شنو مسلم بن عقيل ما كان موجود؟ أنت شوف يعني أكو ناس يتكلم في قضايا التاريخ وهو ما عنده معرفة. زيد تدري زيد الإمام في بعض المبادرات هو اللي إمام، ما كان يقوم بالمبادرة، وإنما أصحاب الإمام أبناء الإمام كانوا يقومون بثورات وهنالك تأييد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الزيد شن سوى به هشام بن عبد الملك لما وكان من أكثر الناس فسقا وفجورا، هشام أخذ الزيد وقطعوا رأسه، جابوا رأس زيد خلوه في مجلسه، كل واحد اللي يدخل على هشام لازم يضع نعله على وجه زيد، وكان يريد بهذا العمل أن يوجه إهانة إلى بني هاشم صلوات الله وسلامه على أهل البيت. بهذه الطريقة بعد ذلك جابوا جسده خلوه صلبوه في مكان وخلوه عليه شرطة وجنود أنه ليكون واحد يدفنه، ليكون واحد يدفنه. شوف العدامة أهل البيت لوين وصل، شوف هذا الحقد لوين وصل، يعني شوف ذول حقدهم على أهل البيت. وهذه المعركة أرد أقول لك اليوم، هذه المعركة اليوم هذا التفجير اللي صار في مسجد الإمام الصادق ومن قبل في العراق وبقية البلدان، وهذه المواجهة مع شيعة أهل البيت، ترى هذا تاريخ اليوم، هذا صورة من التاريخ الماضي، هذه جزئية، ترى لا تتصور هذا شيء عجيب، لا تقول والله أنا ما كنت متوقع، توقع وتوقع أكثر من ذلك. ذول بني أمية ذول نفس المنهج، احنا وين كان عندنا قطع رؤوس؟ وين كان عندنا قطع رؤوس؟ ما كان عندنا هذا الشيء.
هذول مرة ثانية أعادوا أن هذه التركيبة الهمجية والوحشية. لذلك شوفوا الآن العلاقة المهمة أن جاءوا بزيد صلبوه وخلوا مجموعة من الجنود ليلا نهارا يحرسوا حتى لا يندفن. بعد ذلك جاءوا بجسده الطاهر أحرقوه وذروا رماده في الرياح. هذه معركة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قدموا تضحيات كثيرة في عهد المنصور. في يوم من الأيام عند يوم معين وعند قبة اسمها القبة الحمراء، يقول ربيع، يقول لما كان يجلس فيها المنصور كنا ندري هذا يوم الذبح معروف. المنصور إذا جلس في القبة الحمراء في يوم معين نعرف أنه هذا يوم الذبح. يقول أنا كنت عنده موجود، جلس في القبة الحمراء وإذا بي أنظر، قال لي يا ربيع، قلت بلى، قال ائت لي بجعفر بن محمد كيف ما هو، بأي حال، ما يحتاج تستأذنه، لا بأي حال. يقول أنا خيرت نفسي، دنيا آخرة، أقبل ما أقبل، بعدين الدنيا سيطرت علي. يقول كان عنده شوية تشيع. يقول بعدين قلت لابن محمد، قلت له روح جيب جعفر بن محمد بأي حالة بأي صورة. يقول ابن محمد راح إلى بيت الإمام، بعد ما طرق الباب خلى سلم، صعد على السلم، نزل في دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شاف الإمام بقميص وإزار قاعد يصلي، انتظر الإمام يصلي، التفت إليه قال أجب الخليفة. الإمام قال له انتظر خل أهيئ ملامسي. قال له أبدا. قال له أروح أجدد وضوئي أتطهر. قال أبدا بهذه الحالة. شوف شلون جور، شلون مظلومية على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أرد أقول لك هذه المواجهة، المواجهة ما لها دين أبدا. الطرف الآخر لمن ما عنده مبدأ وما عنده عقيدة وما عنده أي شيء، لا تقول أنه ذولا كانوا يتظاهرون بالإسلام، أصلا ما كنت ذرة من الإسلام. جاءوا بالإمام، جاءوا الإمام بهذه الحالة، حاصر الرأس صلوات الله وسلامه عليه. شوف بأي حالة جاءوا بالإمام الصادق حاصر الرأس صلوات الله وسلامه عليه بحالة يرثى لها. جاءوا به إلى المنصور. يقول أول ما جاءوا به عند المنصور، قبل ما يدخل على المنصور تلقى الربيع، يقول لما نظر إليه الإمام قال له الإمام أعطيني مجال خلي أصلي ركعتين. قلت لا بأس يا ابن رسول الله. يقول لما يقول ذاك اليوم الربيع، يقول شفت المنصور عليه ملامح الغضب إلى الآن، هيك حالة ما شايفه إلى الآن، ما شايف المنصور غاضب بهذه الحالة، وعرفت أنه يريد أن يقتل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف الأسلوب، شوف الطريقة. يقول الإمام وقف يصلي لله حتى تبين أهل البيت مع مكانتهم. هو الإمام وين كان؟ الإمام كان يصلي لله، ولكن مرة أخرى هذه التفاتة مهمة. أنا اليوم عندي ولاء لأهل البيت كلش زين، عندي انتماء لأهل البيت جدا جيد، أنا أعشق أهل البيت كلش زين، ولكن هذا وين يبين؟ وين يظهر هذا الشيء؟ على سلوكي، في عبادتي. أنا مثلا ملتزم بصلاة الليل، أنا ما أقول 11 ركعة، 3 ركع الشفع والوتر ملتزم بيها. أنا شنو يدل على أنه عندي هالعلاقة وهالانتماء؟ أيكتفي من ينتحل التشيع؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أن يقول بمحبتنا أهل البيت فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. شوف العبارة، شوف توجيه الإمام، شوف أهل البيت شنو واجهوا، شنو تحملوا، مصائب، محن، ابتلاءات. أنا وأنت شنو شايفين إحنا بالله عليك؟ شنو يعني؟ شوف أصحابهم شنو تحملوا؟ يعني بالله عليك الآن حجر ابن عدي، أنت شنو؟ هذا بعد ما كان من أهل البيت، ولكن وين وصل إلى أي درجة؟ تقدر تقول اليوم مشاكلنا وآزماتنا وابتلاءاتنا توصل إلى حجر ابن عدي مثلاً؟ تقدر تتكلم عن أبي ذر الغفاري؟ تقدر تتكلم عن سلمان، عن المقداد، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن كل أصحاب أهل البيت؟ شوف ذولا أصحاب أهل البيت وين مكانتهم؟ وين درجتهم؟ وين العطاء؟ وين التضحية؟ وين اللي قدموه؟ عبوديتهم لله تبارك وتعالى. تنظر إلى أويس بن القرني
أصلاً واحد يخجل يقرأ تاريخ أويس يخجل. ليلة يقول أتمنى أن تكون الدنيا ليلة واحدة لأقضيها سجوداً من الليل إلى الفجر. هذا وين إحنا؟ وين إحنا؟ وين عبادتنا؟ وين توجهنا؟ وين ارتباطنا؟ وين تضحيتنا؟ لذلك تشوف الإمام كان يصلي، أخذه مرة ثانية قال أريد أن أصلي ركعتين لله، وقف يصلي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الربيع يقول شفت الإمام صار يتمتم، قرأ الدعاء. هسه هذا الدعاء شنو اللي قرأ ما أدري، ولكن أدري أنه قرأ دعاء، قرأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه دعاء. يقول فأدخلت على المنصور في قبته الحمراء، يقول بمجرد ما شاف الإمام جرد سيفه، يقول شوية قاعد يجرد سيفه أرجعه في مكانه. يقول مرتين ثلاثة أغلظ الكلام، أنا ما أتجرأ أن أنقل ذلك الكلام اللي قال المنصور إلى الإمام الصادق. والإمام شنو رد عليه؟ شنو الحوار اللي صار لي؟ بالنتيجة تدخلت يد الغيب فأطلق سراح الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام رجع إلى الدار، يقول الربيع سألت من المنصور شنو اللي صار؟ مو أنت ردت تقضي عليه وتقتله وشفتك أنت غضبان بهذه الحالة؟ قال لا تخبر أحد. في المرة الأولى والثانية والثالث نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاصر الرأس بحالة غضب يهددني أنه لو مسيت ولدي جعفر الصادق لأقضي عليك. يقول ولا ما كان يتركه. وهذه الآلام شوف الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ما جرى على الإمام. وذاك السندي بن شاهك يعني هذا هارون وضع إنسانا يهوديا يهوديا بواب على الإمام موسى بن جعفر، وشوف الألم وشوف المصائب وشوف المحن اللي تحملوها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كل هذه المعارك، إذن هذه المعركة وهذه الحرب، الحرب الإعلامية من بداية من الشام، بعد ما أجيب اسمه، من الشام، من بداية الشام، من حكم الشام، من ملوكية الشام، الحرب الإعلامية ضد الإمام أمير المؤمنين. الرواية تقول حتى شاب الأطفال على بغض علي بن أبي طالب، سنوات عديدة يسبون الإمام أمير المؤمنين. حرب إعلامية ضد الإمام، ضد أهل البيت وضد أمير المؤمنين بالذات. يعني الإمام الحسن يقول الرواية هم الإمام الحسن وهم الإمام زين العابدين. الرواية تقول نظر الإمام إلى رجل من أهل الشام بالرواية ظلل به، ظل بعد من نتيجة خادعيهم. والإعلام اليوم حتى الآخر اليوم، حتى الآخر ترى اليوم الآخر عنده إعلام مو هين، ترى الإعلام اليوم يشكل قوة ضاربة في العالم، إلا تأثير جدا كبير. اليوم الحرب الإعلامية حرب جدا قوية. لذلك تشوف الحرب الإعلامية ضد الإمام أمير المؤمنين. الإمام الحسن أو الإمام زين العابدين يأتي ذلك الرجل من الشام، أول ما يقف عند الإمام يسب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول يا رجل بعد ما سب الإمام شوف أهل البيت، شوف أهل البيت شلون كانوا يواجهون. يقول له الإمام صلوات الله وسلامه لو كنت عريانا كسوناك، ولو كنت شريدا آويناك، ولو كنت جائعا أطعمناك. شوف أهل البيت بأي مواجهة يواجهون. وألا تصور انتهى المواجهة، الحرب الإعلامية السياسية الاجتماعية الإقصاء. الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، أكو رواية تقول أن الإمام العسكري لم يذهب إلى حج بيت الله الحرب، كانوا في معسكر في سامراء، معسكر سجن، رقابة شديدة على الإمام الهادي، الإمام العسكري، كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحرب المتعددة الأطراف اللي كانت ضد أهل البيت، وإلا منو كان يقدر يقاوم؟ منو كان يقدر يصبر؟ أي قوة تقدر تواجه هالمواجهة الكبيرة اللي كان بين أهل البيت وبين الآخرين؟ مو هذا الإمام العسكري يوم الأيام يدعوه الخليفة المعتمد العباسي، ياخذه يودي إلى مكان. تدري العباسيين الجيش اللي كان لهم جيش تركي كان من الأتراك، جاب من جيشه 90,000 واحد. تدري يعني شنو 90,000 واحد؟ تدري المساحة اللي يمسكها؟ مساحة جدا كبيرة وعدد ضخم جدا، لابسين ملابس عسكرية. قال لكل واحد من عندهم شيلوا شوكومة من التراب، قلوا في هذا المكان
كل واحد شال تراب شوية وخلى في مكان 90,000 واحد. شنو صار؟ تلة صارت. صعد الخليفة العباسي وجر الإمام العسكري، جر وصعد على هذه التلة، قال له تشوف هذا العسكر؟ هذا كل عسكري، شايف هذا الجيش؟ يخوف الإمام. شرد يقول له، يقول له دير بالك تفكر تنهض أمامنا وتقف أمامنا، شوف هذا الجيش 90,000 واحد كله عسكري. الإمام قال له، شوف الإمام أهل البيت مو أهل الدنيا، بعيدين عن الدنيا. قال له تريد تشوف عسكري؟ قال له عندك عسكر؟ وين عسكرك؟ قال له تريد تشوفه؟ قال له إيه. يقول فرفع يدي إلى السماء وإذا به ينظر إلى جيش من المشرق إلى المغرب. هذا الخليفة العباسي لما شاف هذا الشيء أغمي عليه، مدججين بالسلاح، من هم هؤلاء؟ هذا جيش الله. يقول بعدما أفاق من غشوته التفت إليه قال يا رجل نحن ليس طلاب دنيا، هاي الدنيا لكم، ولكن أنت قلت جيش، قلت إحنا عندنا جيش، ولكن هذا الجيش إحنا ما نستعمله. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كل الحركة من بني أمية إلى بني العباس، كل هذه الحرب ضد أهل البيت، الهدف شيء واحد، الهدف عبادتهم، عبادة أهل البيت. ولكن اليوم تعال انظر إلى التشيع في العالم سياسيا، الشيعة اليوم قوة ضاربة بالعالم، حتى الدول العظمى تعرف أن الشيعة قوة. اليوم التواجد الشيعي في كل بلاد العالم، اليوم مراكزهم، اليوم حسينياتهم، اليوم مؤسساتهم، اليوم مشاريعهم، اليوم مرجعياتهم، اليوم هذا الوجود الشيعي. اليوم قبل 10 و20 و30 سنة ما كان ينظرون إلى قوة التشيع، ولكن التشيع اليوم تحول إلى قوة ضاربة، قوة موجودة، وما يتمكن إنسان أن يلغي هذا الوجود الشيعي. ولكن لازم احنا اليوم نعرف قيمة هذا الوجود، نعرف كل هذا الوجود الشيعي اللي موجود بالعالم، كل هالتشيع اللي موجود بركته من محمد وآل محمد. ترى أهل البيت ضحوا، أهل البيت قدموا كل هالتضحيات، كل هالعطاء، كل من وين؟ أنا وياك ترى مستلمين جاهز، احنا قاعدين بمكاننا، شو مسوين احنا اليوم؟ شو مسوين اليوم؟ احنا عملياً اليوم شو مسوين؟ خدمة للتشيع، شو مسوين احنا؟ ولش؟ كلش نحضر المجلس هذا، إذا صار عندنا وقت معد، إذا يعني شفنا فاضين وما عندي شغل، وين نروح؟ وين نروح نقضي وقتنا؟ ها؟ تعبير البعض أروح أقتل وقتي، وين أروح؟ أروح للحسينية، ما عندي شغل وعمل، هذا صاير. وإلا كل هالتراث، كل هالجهد، كل هالعطاء، التضحية من أهل البيت، الإمام الحسين الحقد بيهم وصل إلى مرحلة مو مرة، 10 من الخيالة، شوف الرواية، 10 من الخيالة لما داسوا على، تدري الخيل الحصان الفرس لما يدوس على جسم الإنسان شنو قبل الإنسان؟ مو واحد، مو خيل واحدة، 10 مع الفارس، وثلاث مرات داسوا على صدر أبي عبد الله الحسين. هم شنو أرادوا من ذلك؟ شو مو بس حقد، قالوا ما يريدون يبقون أثر. المتوكل اللي يقول عن الإمام أمير المؤمنين عاشرهم أكفرهم، المتوكل شنو؟ مو الذي فتح الماء، مو اللي حرث الأرض، مو اللي صار يقطع الأيدي والأرجل ويقتل الأنفس علشان الناس لا يروحون إلى قبر أبي عبد الله، صار ولا ما صار؟ شنو القصة؟ ليش خايفين؟ على مود أقول لك أنت قوي، أنت قوي، أهل البيت أعطوك تراث عظيم وشيء جبار، بس إحنا اليوم شلون نحافظ على هذا العطاء الكبير؟ شلون نقدر نحافظ على هالعطاء وهالتضحيات الكبيرة اللي من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ وين الإنسان الشيعي؟ اليوم بعض الشيعة تروح في دائرة يخجل يقول أنا شيعي، يستحي أن يقول شيعي، ولك ارفع راسك، أنت تنتمي إلى مدرسة العالم كله يتمناها، تاريخ أبيض طاهر نقي، كل هالتضحيات، كل هالدماء، إش كثر أهل البيت والشيعة قدموا تضحيات، كل هالتضحيات وكل هالإبادة اللي صارت ضدهم. ولكن شوف الراية الشيعية، راية أهل البيت، راية أتباع أهل البيت، وهذا يخلينا نصبر. شوف صبر وثبات واستمرارية واستقامة،
يعني يوم على يوم لازم عندي استقامة أكثر. وضحي، أنت دمك مو أغلى من ذيك الدماء اللي هذول اللي ضحوا في عهود بني أمي وبن العباس، يبنون على الإنسان العلوي أو الإنسان الشيعي عمود، هذا العمود يبنوه عليه هو وحي، يقتلونهم أحياء، قطعوهم إربا إربا، ما بقوا بهم شيء. كل هالتضحية والعطاء هذا، أنت شفت شيء من عنده، شفت شيء من عنده، يمكن البعض كانوا شافوا هذا الانفجار، هذا الشيء أو شيء من ذاك العطاء اللي كان عند أهل البيت. أنت لما نشوف السيدة زينب هالمكان العظيمة، السيدة زينب عقيلة بني هاشم يأخذوها مسبية من بلد إلى بلد، بالله عليك من يتحمل هالشيء هذا؟ يعني شوف المصيبة إش كثر كبيرة، إش كثر بها تضحية، شنو هذا عطاء؟ أن مولاتي العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها تقدم هذا العطاء وتقدم هالعطاء الكبير في سبيل الله، بعدين فوق كل ذلك تقول اللهم تقبل منا هذا القربان، أخذوها مسبية من بلد إلى بلد. هذه زينب اللي واحد ما كان يشوف ظل السيدة زينب، أمير المؤمنين ما يخلي واحد ينظر إلى ظل سيدتي ومولاتي زينب. ولكن الأيام هكذا مرت على مولاتي العقيلة زينب. الإمام الحسن في مرة يخرج مع الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين ومعهم الجوار، الإمام يقول ولدي حسن أخفض الضوء، يعني قلل الضوء حتى واحد، قلت أبي أبا لا ينظر أحد، ما يشوف أحد، إحنا موجودين مع أختنا زينب. قال لا أريد أحد أن ينظر إلى ظل زينب. جابوها زينب مسبية في الكوفة، الناس يتفرجون على زينب، تتفرج الوادم عليها. أنا هذه زينب اللي ما يكون واحد يشوف ظل زينب، تتفرج الوادم علينا وعمت عينا ليصد بالعين لينا، يختل قال غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر، يا وراس على الرمح لأنا يا تفكر. الله، ماذا جرى على أهل بيت رسول الله؟ الناس يعطون بنات رسول الله يعطونهم من التمر، مولاتي أم كلثوم تأخذ التمر من الأطفال ترجعه على أهل الكوفة. يا أهل الكوفة، الصدقة حرام علينا، أهل البيت تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دين. ولي تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من ديانا، ما خاب ظن اللي يلتجين، يظل كل سنة يروح ويجين. لذلك أرادوا إدخال بنات رسول الله، وزينب واقفة، هذه مصيبة عظيمة، زينب العقيلة يدخلوها مسبية على ابن زياد. الله، ولي كلمة عن له وليان جوها صاحوا باسمها وطلعوها، بس زينب لا تعذروها، من يوم للطاغي خذوها، يا تسمع بذنها شايت مبوها، أنا بنت من، أنا أخت من، أنا من أنا يا حبيبا، من لا يا حبيب لا
يا طبيبا من لا طبيب له، يا راحما من لا راحم له، يا مغيثا من لا مغيث له، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله، اطلبوا حوائجكم إلى الله. يا الله يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارض عنا إمام زماننا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، اقضي حوائج المحتاجين، من على مرضانا والجرحى والمصابين بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، من عليهم بالأمن والأمان والسلام والنصر يا الله. من يكيد بهم شرا اللهم رد كيده في نحره. العلماء الأعلام، سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي، اللهم احفظه وأيده وسدده يا الله. من حضر في مجلسنا، سماحة آية الله الفقيه السيد حسين الشيرازي، اللهم احفظه وأيده وسدده، وأبعد عنه كل مكروه يا الله. السادة العلماء احفظهم فردا فردا. اللهم تقبل منا هذا القليل، ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات، ومن المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمواتكم جميعا، وإلى شهداء جامع الإمام الصادق، إلى من رحل منكم، الفاتحة مع الصلوات.